أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في شروط وضوابط القبول المركزي في الجامعات العراقية. الدليل اللي أصدرته وزارة التعليم العالي الخاص بالسنة الدراسية 2023-2024. أولا، الشروط العامة للقبول يشترط في الطالب أن يقبل في الجامعات أن يكون عراقي الجنسية حائز على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية أو شهادة تعادلها، يعني إذا جايب شهادة من الخارج إنه تكون الشهادة معادلة للشهادة الإعدادية العراقية، أن يكون الطالب من مواليد 1999 صعودا، يعني 98 و97 الخارجي لا ما ينقبلون، ينقبلون بالكليات المسائية. أربعة، ناجحا في الفحص الطبي وفق الشروط الخاصة بكل دراسة، هذا فحص طبي يعني موجود تسويه عادي بالمستشفى. متفرغا للدراسة ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في الوقت ذاته في الكليات والمعاهد الصباحية، ويشمل ذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة، ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول على إجازة دراسية من دوائرهم، يعني إذا كان موظف ياخذ إجازة من دائرته الله يقدر يداوم بالكلية. من خريج السنة الدراسية الحالية، السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبولا مركزيا في أي كلية أو معهد يتم قبولهم ضمن قناة قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة على وفق الحدود الدنيا لسنة تخرجهم، شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات المسائية الأهلية التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو أحد الكليات التابعة للوقفين أو المعاهد التابعة للوزارات الأخرى. يحق للطلبة الوافدين للسنة الدراسية 2023-2020 التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية. الطلبة الوافدين هم اللي جايين من خارج العراق، الطلبة غير العراقيين العرب والأجانب أيضا من حقهم أن يقدمون، يعني هذا خاص بهم. نجي الأسس العامة التي يعتمد عليها نظام القبول. أول شيء دائما هي راح تصدر بعد أيام، راح ينزلون الاستمارة الإلكترونية الخاصة. فالاستمارة الإلكترونية إنه خريج الفرعين الأحياء والتطبيقي من حقه يملي 50 اختيار على ألا يقل عن 10 معاهد، زين، بينما خريجي الفرع الأدبي يملي لا يقل عن 25 اختيار ولغاية 50 اختيار في الاستمارة الإلكترونية على لا يقل عن عدد 10 معاهد. خريجي فرع الفنون، الفنون اللي هم تابعين للسادس الإعدادي، مو فرع الفنون التطبيقية اللي تابعين للمهنية، أكو فرع خاص اسمه فرع الفنون للسادس إعدادي، يعني أدبي وعلمي وفنون، زين، هذا فرع الفنون أيضا ملأ 10 اختيارات بالاستمارة الإلكترونية عن لا يقل عن عدد المعاهد عن 2، زين. أن تقديم الطلب لاستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق الاختيارات المقدمة من قبله بصورة نهائية. يكون التقديم لكلية القانون الحقوق مقتصرا على سكنة المحافظة حصرا، ولا يحق الطالب التقديم على الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته. يعني كلية القانون مثلا هو من بابل يقدم من بابل، من النجف يقدم على جامعة الكوفة. يكون التقديم إلى كليات الهندسة من خلال الاستمارة الإلكترونية بحسب الأقسام. يكون التقديم على قسم اللغة الإنجليزية في كليات التربية والتربية للعلوم الإنسانية من خلال الاستمارة الإلكترونية أيضا بحسب القسم. لأغراض المفاضلة في القبول تحسب 8% من درجات اللغة الأجنبية، يعني 8% اللي يدرسون اللغة الفرنسية أو لغات أخرى. تحتسب درجة إضافية على المعدل لخريجي الدور الأول، يعني الدور الأول يعطوهم درجة على المعدل باستثناء الطلبة المشمولين بالمحاولات. لا يعمل بمبدأ دروس المفاضلة إلا في حالة المنافسة على المقاعد الأخيرة، يعني دروس المفاضلة مثل ما تعرفون أنه دروس المفاضلة بالنسبة للتطبيقي هي الفيزياء والرياضيات، وبالنسبة للأحياء هي الأحياء والكيمياء. يعني إذا ساووا طالبين بالمقعد أو مقعدين وساووا طالبين فيرجعون إلى درجة الأحياء ودرجة الكيمياء على مود يكون قبول، هاي معناها دروس المفاضلة. عندنا ضوابط تقديم ذوي الشهداء المشمولين بقانون 57. أول شيء هم ذوي الشهداء الضحايا جرائم حزب البعث المنحل،
وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية، أيضا المشمولين بقانون 57. التقديم مالتهم مذكور في فقرة أعلى بنسبة 10% من خطة القبول. يتنافس الطلبة القبول أول شيء على المجموعة الطبية، الطب وطب الأسنان والصيدلة، بفارق 5 درجات أو أقل من الحد الأدنى للقبول. يعني إذا مقبول مثلا 99 هو من حقه 94 إذا كان هذا الحد الأدنى. ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية على ألا يقل معدل الطالب عن 90 درجة بدون إضافات، يعني لازم معدل 90 بدون إضافات على مود من حقه أنه يقدم على المجموعة الطبية. باقي التخصصات بفارق معدل 7 درجات أو أقل أدنى معدل يتم قبوله في الكلية أو المعهد. اعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الجامعات التقنية بنسبة 2% من خريجي الإعداديات الفروع الأحياء التطبيقي للأدب الفنون، ونسبة 8% لخريجي الإعداديات المهنية. يحق الطالب من ذوي الشهداء التقديم على قنوات القبول المباشر وفق الضوابط المدرجة لكل تخصص، شرط ألا يكون من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراستين المسائية أو الأهلية. يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة الشهداء على الأقسام في الكليات المقبولين فيها مركزيا حسب المعدل. يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية، البوابة الإلكترونية هاي راح يفتحوها ورا ما تطلع النتائج، يفتحون البوابة الإلكترونية ويقدم الطالب، يفتحوها لمدة شهر ويقدم الطالب على أساسها. يلتزم الطالب عند إكمال التقديم إلكترونيا بمراجعة مؤسسة الشهداء لإكمال إجراءات المصادقة على التقديم، وخلافه يتم قبوله وفق القناة العامة القبول المركزي. لا يتم مباشرة الطالب المقبول في الدراسة ضمن قنوات ذوي الشهداء إلا بعد جلب كتاب تأييد، يجيب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء تثبت أنه عنده هو شهيد. بالنسبة إلى خريجي الدراسات الإعدادية فرع الفنون، إحنا قلنا أكو فرع يسموه فرع الفنون. فرع الفنون فرع جديد، العام كان أول سنة دفعة تخرجت من عنده وهاي السنة الثانية. يتم قبول الطلبة من خريجي فرع الفنون أسوة بالفرع العلمي بشطريه الأحياء والتطبيق والفرع الأدبي. يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التقديم مركز مباشرة على الكليات المبينة أدناه. الكليات هذه الكليات اللي تقبل فرع الفنون، مو فرع الفنون التطبيقي. أرجع وأقول فرع الفنون اللي خاص من السادس الإعدادي. أول شيء عندنا كلية الفنون التطبيقية الجامعة التقنية الوسطى اللي بيها التصميم الداخلي وتقنيات الإعلان والتصميم الصناعي، هاي قبول مركزي. كليات الفنون الجميلة قبول مركزي ضمن قناة فئة الموهوبين. كليات الآداب في القسم الأقسام علم النفس، الفلسفة، الآثار، المجتمع المدني، الإعلام. وكلية الآثار في الأقسام الآثار، الآثار العراقية القديمة، الآثار الإسلامية. وكلية التربية الأساسية في قسم التربية الفنية. وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، هذا قبول مباشر مو قبول مركزي، يعني انت تروح تقدم. اقسام الارشاد التربوي في الكليات قبول مركزي. واقسام المعاهد التقنية المناظرة لهذا الفرع في الجامعات التقنية قبول مركزي. وكليات اللغات عدل قسم اللغة الانجليزية قبول مركزي. وكليات الاعلام ما عدا قسم الصحافة والاعلام الرقمي ايضا قبول مركزي. عندنا ضوابط القبول المباشر، احنا قلنا لكم ان يكون عراق الجنسية ناجح، ذنها قلناها، متفرغ يسمح له بالتقديم. هنا عندنا انه لازم شروط العامة للتقديم ان يكون من مواليد 99، حائز على شهادة الدراسة الاعدادية العراقية، ناجح في الفحص الطبي، متفرغ للدراسة. يعني إذا كان موظف ياخذ إجازة. يسمح التقديم لخريجي الدراسة الإعدادية الأحياء التطبيقي لأدب الفنون للسنة الدراسية 2022-2023، يعني السنة السابقة، من حقهم أيضا يقدمون بشرط أنه ما مقدم على أي دراسة مسائية أهلية حكومية، أي حتى الكليات التابعة للوقفين الشيعي والسني أيضا ما مقدم عليها، ولا المعاهد التابعة لوزارات أخرى. يعني شنو مثل معهد الصحة، أقصد المعاهد التابعة لوزارات، مثل معهد التدريب النفطي. يسمح التقديم لخريجي الدراسة الإعدادية لفروع المهني، معاهد الفنون الجميلة، معهد الدراسات الموسيقية، ومعهد الفنون الفنون والحرف الشعبية والإسلامية. هذه الفروع المهني، عندنا احنا مهني، وعندنا معاهد الفنون الجميلة، وعندنا معاهد الدراسات الموسيقية، وعندنا المعاهد الإعدادية الإسلامية إذا سامعين بيها.
ذني أيضا من حقهم يقدمون للسنة الدراسية الحالية 2022-2023 السنة الدراسية والسنة الدراسية السابقة اللي هي العام الماضي بعد تقديم أنه ما يثبت كونهم مؤجلين أو راسبين بتأييد من الكلية أو المعهد. زين، الشيء الآخر عندنا يسمح للطلبة المقبولين مركزيا للسنة الدراسية السابقة من خريجي الأحياء والتطبيق والأدبي التقديم ضمن قنوات قبول مباشر، وفرع الفنون فقط كلية الفنون الجميلة هي مباشر، وأيضا أقسام التربية الفنية وكليات أقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة حسب الضوابط المدرجة للطلبة غير المسجلين أيضا الملغى قبولهم. يحق للطالب العشرة الأوائل للسنة الحالية من خريجي المعاهد الفنون الجميلة ومعاهد الحرف والفنون الشعبية ومعهد الدراسات الموسيقية التقديم لهذه القناة اللي هي يقصد قناة القبول المباشر الخاصة بكلية الفنون الجميلة، ويتم حجب أسماء المقبولين من قناة العشرة الأوائل. يخضع جميع الطلبة المتقدمين لاختبار الذي تجريه الكليات للتنافس على القبول، ويحسب معدل التنافس على أساس 55% لمعدل الطالب في الدراسة الإعدادية و 45% لدرجة الاختبار. مدة التقديم والاختبارات شهر واحد، وهذا القبول المباشر، ويحق الطالب الناجحين والمكملين ضمن الفئات المشارة إليهم في الفقرة 6 و7. يتم إعلام الطلبة عند التقديم بشكل واضح وصريح أن الطالب المقبول ضمن القناة المباشرة يحجب اسمه من القبول المركزي، يعني إذا طالب من قبل كلية الفنون الجميلة بعد ما يطلع لقبول مركزي. لا يحق للطالب التقديم على أكثر من جهة للقبول المباشر، يعني إذا أكو أكثر من جهة تقبل قبول مباشر مثل كلية التربية وعندنا كلية الفنون الجميلة قبول مباشر وعندنا كلية التربية اللغة الإنجليزية خلينا نقول أيضا قبول مباشر، فأنت تروح تقدم على ثلاثة ما يصير لازم تقدم على واحد من أثنين. تلتزم الكلية بإعلان نتائج الاختبار في لوحة الإعلانات بعد أسبوع من تاريخ الانتهاء، ترسل النتائج الإلكترونية للطلبة الناجحين في الاختبار فقط عبر النافذة الإلكترونية المخصصة على مدة لا يتجاوز أسبوعين، ترسل نتائج الاختبار كعدد صحيح مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب، يتم تخفيض الحدود الدنيا ومعدل التقديم، هذا كله خاص بالقبول المباشر. عندنا هنا ايضا يكون قبول الطلبه من ذوي الشهداء ايضا من حقهم ان يقدمون على القبول المباشر. خلينا نشوف الكليات المشموله بالقبول المباشر. الكليات المشموله بالقبول المباشر اول شيء عندنا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، يعني كلية التربية الرياضية. كلية التربية الرياضية أول شيء الأحياء والتطبيقي والفرع الأدبي التقديم بنسبة 75% من خطة القبول على أن لا يقل معدل الذكور عن 59%، يعني معدله لازم 59 والإناث 57. يحق لخريجي الدراسة المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة، يعني الدراسة المهنية كل فروع الدراسة المهنية سواء كان فرع الفنون التطبيقية، فرع الحاسوب، فرع الصناعي، فرع الزراعي، معاهد السياحة والفندقة، الفرع الزراعي، كلها من حقها تقدم على كلية التربية الرياضية. أيضا معدلاتهم لا تقل عن 60% وبنسبة 10% حصة لهم. يتم قبول الطلبة الأبطال بالمرشحين للجنة الأولمبية اللي هم الرياضيين، من حقهم إن كانوا من خريجي الأحياء والتطبيقي والمهني استثناء من شرط المعدل، يعني مو شرط المعدل، بنسبة 15% لهم شيء انه يقبلون بها، وتوزع 8% لخريجي الاحياء والتطبيق والفرع الادبي و7% لخريجي الدراسة المهنية. الشروط الرياضيين يا اللاعبون المشاركين في الدورة الأولمبية، اللاعبين الحائزين على المركز الأول في بطولات، اللاعبين الحائزين على المركز الأول وحتى السادس في البطولات الآسيوية، الحائزين على المركز الأول وحتى الثالث في البطولات العربية، دول من حقهم يقدمون أيضا على الفقرات التربية الرياضية. القبول الثاني هو قبول كلية الفنون الجميلة. قبول كلية الفنون الجميلة أنه تقبل أيضا تطبيقي وأحيائي وأدبي وفنون، أن يكون 50% من خطة القبول يعني نص. يحق للطالب من خريج الدراسة المهنية فرع الفنون التطبيقية، أكو فرع الفنون التطبيقية بالدراسة المهنية، أن يقدم على اليمن على كلية الفنون الجميلة لازم معدله ما يقل عن 60%. الشيء الثالث، يحق للطالب من خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدراسات الموسيقية التقديم على القبول لا تقل معدلاته عن 60% ونسبة 15%.
خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية في دائرة الفنون التابعة لوزارة الثقافة يجب أن يكون معدلها 65%. قبول الموهوبين في مجال الفني، الموهوبين في مجال الفن أيضا من حقهم معدلاتهم لا تقل عن 55%. هذا بالنسبة لقبول الموهوبين، أنه عند ممارسة فن وأشرطة فيديو وأبناء الفنانين، إذا كان من أبناء الفنانين هم إلى يقبل. عندنا القبول في الأقسام اللغة الكردية في الجامعات عدا جامعة كركوك وأقسام اللغة التركية، أيضا هذا قبول مباشر. يحق هذه فقط للتطبيق والأحياء والأدبي، ولازم أن يكون معدله 60%. أقسام الرياضة اللي هي رياضة الأطفال، يقبل الطلبة من خريجي تطبيق أحياء الأدبي مركزيا للإناث فقط، هذا فقط للإناث يعني ما يصير يقدم على الذكور. ويحق للطالب من خريجي فرع الفنون التطبيقية الدراسة المهنية التقديم على قسم رياض الأطفال للإناث فقط بنسبة لا تزيد عن 25، وأن يكون معدله 70%. عندنا أيضا القبول في قسم التربية الأسرية والمهنية الفنية في كلية التربية الأساسية والمهنية الفنية، يقبل الطالب أيضا من خريجي تطبيق أحيائي أدبي، هنا مركزيا يقبل مو قبول مباشر، بنسبة لا تقل عن 40%. يحق الطالب من خريجي الفنون التطبيقية إذا كان اختصاص تربية أسرية أو فن ديكور، من حقه أن يقدم، يجب أن يكون معدله 70%. الطالب اللي من خريجي فرع الصناعي، إذن الأقسام كهرباء إلكترونيك ميكانيك، التقديم للقبول بنسبة لا تزيد عن 25%، وخطة القبول من خطة القبول ولا تعتمد على 60%. يعني شنو 25%؟ عند القسم قبل 100 طالب 25% لازم صناعي، هاي معناها. نجي على القبول في كليات العلوم الإسلامية والفقه. أول شيء يكون القبول لخريجي الدراسة الإعدادية تطبيق أحيائي أدبي، يكون القبول مركزيا في أقسام العلوم المالية والمصرفية الإسلامية واللغة العربية والحضارة الإسلامية والحضارة والآثار الإسلامية. يحق للطالب من خريجي الإعداديات الإسلامية، الإعدادية الإسلامية أيضا من حقهم، لكن يجب أن يكون معدلهم 60%. ويحق للطالب من خريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني عدا الامتحانات الخارجية في الإعداديات التابعة ممن لم يتجاوز الامتحان التقويمي، التقديم القبول مباشر على لا تقل معدلاتهم 60%. القبول في قسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات، يقبل الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية، وهنا مركزيا فقط للإناث، وأيضا من فرع الفنون التطبيقية فقط للإناث المهني، أيضا يجب أن يكون معدلاتهم 70%. كلية الفنون التطبيقية هنا هاي قبولها مركزي تطبيق أحيائي أدبي، وعندنا أيضا فرع الفنون يقبل بنسبة 10%، وفرع الفنون التطبيقية أيضا يقبل، بس لا يجب أن يكون معدله لا يتجاوز 60%. هذا بالنسبة لما موجود في الجزء الأول. أتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.